يمكن ما يكونوش قوي عندهم رهبه لقاءات القمه او الخضه بتاعت لقاءات القمه، ويمكن واحد من اصحاب الخبره في مواجهه الزمالك كابتن اشرف، انت لعبت يعني قدام الزمالك طبعا زمان كتير كتير جدا. اللقاءات دي كنت وكنت بتسجل وكنت هداف يعني كبير في ماتشات الزمالك. كلمنا عن انت سعادتك الشخصي يعني انت كلاعب قبل ما اتكلم على الجهاز الفني بيحضركم ازاي وكده، وانتوا كتيم بتشتغلوا ازاي، انت شخصيا كنت ازاي بتبص لماتش الاهلي والزمالك وبتستعد ليه ازاي؟ مباراه فاصله هي بتفرق بشكل كبير جدا مع اللاعب. يعني احنا شفنا اسماء كتيره جدا مباراه القمه فرقت من بين لاعب عادي لنجم. الناس بترتبط بيه، ممكن يبقى لسه اول مره بيظهر. صحيح يعني النهارده احنا بنتكلم على اسماء كتيره جدا، كابتن محمود خطيب مثلا، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن ايمن شوقي، خالد بيبو، في اسماء طبعا ليها تاريخ كبير جدا جدا في مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، ولكن مباراه القمه دايما او مباراه الاهلي والزمالك دايما بتدي نجوميه معينه مع الجماهير وبتفضل ذكرى مدى الحياه. اعتقد ان كل جماهير النادي الاهلي عمرها ما هتنسى نجوم القمه دي على مدار التاريخ يعني. فاعتقد ان مباراه القمه بالتاكيد ليها دور كبير جدا في لمعه النجم ده او ظهوره بشكل معين مع الجمهور، وبقاء تاريخه طبعا مدى الحياه يعني. استعدادات اللاعب بتفرق كتير جدا طبعا لمباراه الزمالك تحديدا مع الاهلي او الزمالك، ولكن مباراه القمه بتفرق. كان ليك طقوس يعني، كان ليك طريقه معينه؟ شوف في ناس كتيره بتفرق معاها الطريقه يعني، في ناس يعني اعتقد الناس كتيره جدا عارفه مثلا ان واحد زي محمد بركات مثلا اي مباراه ايا كانت، ايا كانت البطوله اللي بنشارك فيها، ايا كان اهميه الحدث ده او اهميه المباراه دي، ما بيفرقش معاه حاجه، بيضحك بيهزر طول الوقت. في ناس كتيره جدا بالتنشن، والتنشنه دي تركيزها هو بيركز بالشكل ده، وفي ناس بتفقد التركيز نتيجه التنشنه والعصبيه دي. هي بتفرق من لاعب للاعب بالتاكيد يعني، ولكن كل واحد طبعا بيستعد بطريقته. في واحد بيحاول يهدى بقرايه القران، في واحد يهدى بالصلاه، في واحد بيهدى بالتركيز لوحده، يقعد لوحده، بيقعد مع زمايله. يعني هي بتفرق احيانا من لاعب للاعب، ولكن بالتاكيد مباراه القمه ليها طقوس معينه لكل لاعب لازم يستعد ليها بشكل معين. واعتقد حاله اللاعب في المباراه احمد بتفرق كتير جدا جدا طبعًا في نتيجه طبعًا المباراه. يعني كنا لسه هنتكلم بعد كده في مباراه الاهلي والزمالك القادمه ان شاء الله، حاله اللاعبين فنيا وذهنيا وبدنيا داخل المباراه هي اللي هتفرق في النتيجه، بغض النظر عن المباريات اللي فاتت وبغض النظر عن ادائهم خلال الموسم او خلال المباريات اللي فاتت. حالتهم الفنيه اللي هتفرق بشكل كبير جدا. طيب